في علاقة قديمة تربط الأحاسيس الإنسانية بآلة الكمان اللي يطلق عليها عند البعض حفيدة الربابة العربية، وارتبط الناس بصوتها لقربها من الصوت البشري أكثر من أي آلة موسيقية أخرى. والكمان آلة وترية من 4 أوتار، وتتكون من الرأس والرقبة والزند وجسم الكمان. لكن الكمانجة في بنغازي كانت لها علاقة غريبة تربطها بالمدينة. عرفت بنغازي الآلة هذه في الثلاثينات مع ظهور أول فرقة مسرحية في المدينة، وهي فرقة الشاطي اللي أسسها الفنان الراحل رجب البكوش، والتحقوا بها العديد من عشاق الفن. وكان من أوائل العازفين على آلة الكمان من أعضاء فرقة الشاطي محمد فخري وسلم الوداوي وعبد رب الغناي وأحمد المستيري. وكان أول ظهور للفرقة هذه على مسرح برينيتشي سنة 1936 في وصلة غنائية شارك فيها الفنان علي الشعالية، وغيرهم من أوائل العازفين على هذه الآلة عوض الفونشة ومحمد الزردومي ورجب قدور وعلي الخوجة اللي كان عازف عود وجيتار وكمانجة، والملحن سالم بشوني اللي كان يعزف على العود والكمانجة. ومن المؤكد أن العازفين اللي ذكرتهم كانوا على علاقة بالآلة هذه قبل تاريخ ظهورهم مع فرقة الشاطي، وللأسف ما ذكرش في أي مصدر أي عازف عزف على آلة الكمان في مدينة بنغازي في فترة الحكم العثماني، وبرضو ما فيش مصادر لمعرفة كيفية تعلم الرواد اللي ذكرناهم العزف على آلة الكمان. لكن الأقرب أن تكون آلة الكمان وصلت البنغازي عن طريق القادمين من إسطنبول من اللي تعلموا غادي. وفي الأربعينيات اشتهرت عائلة المستيري بتعليم الموسيقى للشباب، وهم مصطفى المستيري عازف عود، ومحمد المستيري عازف قانون، وأحمد المستيري عازف كمان. الموسيقى في ليبيا حقيقة بنحب نوجه كلمة للمسؤولين في ليبيا أنهم يهتموا بالفن الموسيقي بالذات، والمسؤولين على الإعلام والثقافة أرجو أنهم يهتموا بالمجال هذا الفن الموسيقي بالذات، أنهم يهتموا بالمعاهد الموسيقية. ومع هذا كله أن فينا إحنا عندنا مواهب وليبيا ولادة يعني. أكيد. في شخصية في بنغازي كانت لها علاقة كبيرة بالكمان اللي هو الموسيقار مصطفى الإسكندراني. خاض الموسيقار مصطفى الإسكندراني تجربة فنية تفوت النصف قرن من الزمن، من مواليد مدينة بنغازي سنة 1947. درس المرحلة الابتدائية في مدرسة سيدي سالم ومدرسة المهدوي، بعدها الإعدادية في مدرسة الأمير. وكان والده محمد الإسكندراني عازف على آلة العود. وفي لقاء مع خاله الموسيقار محمد الفناص سمع مصطفى العزف خاله على آلة الكمان لمقطوعة من أغنية الست أنت عمري. من هنا بدأ عشقه للكمانجة، وبرضو عن طريق خاله الموسيقار محمد الفناص درس مصطفى الإسكندراني الموسيقى سنة 1959 الفترة وجيزة، وتعلم على يد الفنان مصطفى المستيري. وفي سنة 1964 سافر مصطفى لطرابلس والتحق للدراسة بمعهد جمال الدين الميلادي لمدة 4 سنوات. وفي سنة 1968 تخرج من المعهد والتحق بقسم الموسيقى في إذاعة بنغازي كعازف على آلة الكمان، وكان القسم وقتها برئاسة الفنان علي الشعالية. في نفس السنة وصل الموسيقار المصري عازف الكمان عطية شرارة البنغازي وتولى قيادة الفرقة الموسيقية، وبعدها وصل من مصر الموسيقار أحمد الحفناوي والموسيقار سمير السبليني والتحقوا فرقة الإذاعة في طرابلس. ومع تأسيس معهد علي الشعالية للموسيقى على يد الراحل عبد الغني الإشحاوي بدأ مصطفى الإسكندراني التدريس بالمعهد. وفي سنة 1978 تولى مصطفى الإسكندراني قيادة الفرقة الموسيقية للإذاعة في مدينة بنغازي بعد ما سيبها الموسيقار المصري عطية شرارة، واستمر قائد الفرقة لعن ما تقاعد من العمل، واستمر في علاقته بالموسيقى مع فرقة الزمن الجميل اللي تولى قيادتها، وشارك في العديد من المهرجانات محليا ودوليا. وكانت أولى مشاركاته خارج ليبيا في الجزائر سنة 1969، وشارك سنة 1970 في مهرجان الأغنية المغاربية مع الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان الراحل حسن عريبي، وشارك مع الفنان الراحل محمد حسن في الخيمة الغنائية قائد للفرقة اللي عرضت أعمالها الفنية في مصر وتونس والمغرب.